انت بقى نازل عشان ثورة ولا تعالي البيت؟ نازل بقى عشان تشرب الكنز وكده وسايب الدفانة كده؟ اه والله بيت السلام. على طارق ايه؟ نازل عشان ايه النهارده؟ نازل عشان اطالب بالحرية ومحاكمة الطغاة ومحاكمة المفسدين، وهنقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي تواطؤوا على اخماد ثورة الشعب. احنا عايزين دستور اسلامي، حكم اسلامي، حكم بالشريعه الاسلاميه. ما عندكوش حد جوه السجون؟ السجون كلها طلعت ولا ايه؟ السجون لا، في ناس لسه في السجون، وطبعا يعني بنطالب باخراج مرتبكه في السجون، لان كلنا شفنا الظلم والفساد بتاع الحكومه المجرمه. ففي ناس لسه في السجون ما خرجوش، ودول ذنبهم في رقبه الحكومه، حكومه حسام شرف والمجلس العسكري. فارفعوا الظلم عشان ربنا ما يظلم، يعني ربنا ما بيحبش الظلم، وربنا عاقب الظالمين. فيعني لو ما طلعوش استنى عقاب ربنا. يعني كم واحد يعني تقريبا السجون السياسيه؟ اعداد كبيره، الاعداد كبيره، مش هقدر احصرهم، ولكن يعني بنطالب لو هم عندهم عدل ان هم يخرجوا المعتقلين والمحكومين. قالوا المعتقلين طلعوا، قالوا المعتقلين طلعوا، بس مفيش الا الاحكام السياسيه. حتى لو في احكام عرفنا يقينا الاحكام كلها ظالمه وجائره، وينبغي ان هم يخرجوا فورا، لان كلنا تاكدنا من ظلم الحكومه السابقه وظلم حسني مبارك والحكومه بتاعته. يا استاذ الراجل الصلع ده استخدمتك.